جودة هذه الكواليتي هذه لوحدها زي ما احنا قلنا معناها هي وجود مواصفات ومعايير مطلوبة في الأداء في طلبات العميل في طلبات لأنه خلي بالك في النهاية الكستمر هو أهم حاجة عندنا تمام؟ طلبات العمل اللي تمشي في المؤسسة تتوافق مع التوقعات ورغبات العملاء هذه أهم حاجة عشان نقول دول الناس عندهم كواليتي ولا ما عندهم ايش عندهم كواليتي ولا ما عندهم؟ يعني ايش ايه عندهم كواليتي وما عندهم؟ يعني عندهم معايير في التنفيذ والاداء تمام؟ هذه المعايير التنفيذ والاداء تحتاج الى ايه؟ الى اداره تديرها تمام؟ والا يبقى المؤشرات والمعايير ومتطلبات الاداء الناس اللي اشتغلوا عليها ما لها قيمه. اذا كل شيء انت تحطه ما تضع له اداره ايش يصير في النهايه؟ ما يتنفذ تمام؟ يوم ما بدأنا هي بناء الجودة أول مرحلة هي الـ Error Detection وبدأوا يعملوا تفتيش وهذه المرحلة تركز على موضوع اللي هو شو بيقول لك Specification Product and Service Reaching Market قبل ما يطلع المنتج في السوق نبغى نتأكد أنه متوافق مع التوقعات العميل ومتطلباته كان يركزوا على هذه المرحلة على مرحلة Inspection يطلع مفتشين هم اللي يدوروا ده يمشي ده ما يمشي ده يمشي ده ما يمشي هذول المفتشين اللي كانوا يطلعوا انسبكتورز تمام يروحوا يشوفوا يروحوا يجوا على الناس يطبوا عليهم يتاكدوا هذول الناس يشتغلوا ولا لا هذا هو مرحله اللي يسموها الانسبكشن كل شيء يمشي بمجال مهم جدا ايه اللي نفع وايه اللي ما نفع ايش اللي نجنبه وايش اللي نمشي دي المرحله الاولى بعدين ظهرت مرحله يسموها الكواليتي كنترول اللي هي مرحله الدمج والمرحلة الكواليتي كنترول مهمة أصبح في مفهوم لمعنى الجودة يعني في مواصفات يعني ولذلك الأوبريشن مانجمنت إدارة العمليات من صميم الهارد حقه والباك بون تبعه هو الكواليتي مانجمنت إذا ما في جودة في الأداء التشغيلي تبعتي ما في كنترول عليها يعني الجودة ممكن تكون عندي هل عليها كنترول؟ هذا نظر إيشيو شكاوي العمل هل عليها كنترول؟ عدد العاملين اللي بيجوا عندي هلا طبعا عدد العاملين اللي بيغيبوا طب هذا بياثر علي طبعا بياثر على شغل عدد العاملين لو كل العاملين ما بيجوا في نفس التوقيت ايش اللي يصير يعني انا دائما اقول للموظف انا ماني زعلان منك عشان انت تاخرت انا زعلان يعني مشكلتي معك على انه المعاملات حقت المتعاملين اخر اصبح فيها ويس اصبح فيها انتظار تمام فاذا في كواليتي كنترول وهنا بيستخدم الجانب الاحصائي ومن اهم الجانب الاحصائي اليوم اب تو ديت كان يسميها سيستكس بروسيس كنترول اللي هو التفتيك الاحصائي وتغير الكلام هذا لغايه ما وصلنا لشيء يسموه لين سيكس سيجما اليوم كان زمان يتسمى بالاسم هذا الاسم القديم انما اليوم الاسم موضوع تغير بعد ما طلع السيكس سيجما واللين وبعدين دمجوا مع بعض مؤخرا صار هم محور واحد لين سيكس سيجما بروسيس اناليسيس يشوف الاجراءات والاشياء اللي وهي دي اللين هنا كواليتي ستاندرد اصبح كل شيء له ستاندرد ما هو كل شيء ماشي اعتباطي عندك ستاندرد عارف اذا في ستاندرد ولا ما في، اذا ما في ستاندرد مشكله. ستاندرد زي ايه؟ زي الايزو تمام؟ كل متطلب لها ستاندرد موجود، والحقيقه اليوم ما في مجال للاجتهادات، كل حاجه اصبحت موجوده على العالم. بعد مرحله الكواليتي كنترول مرحله جيده وهنا ظهر ديمينج وظهر جوران ولما راحوا رحلتهم الى اليابان اسس معهد الجوده الياباني المعروف واشتغل معاهم قدما وساق على تاسيس مبادئ الجوده. واليابانيين يدينون لديمينج بأنه هو أسس الجودة في الصناعة عنده يعني فكر الجودة والتطور في الصناعة هو من جانب ديمينج وعملوا حتى يكرموه ودولوا جائزة الإمبراطور هيريتو وكرموه ودولوا وعملوا له جائزة اسمها ديمينج برايس جائزة ديمينج للتميز وهذه من أصعب الجوائز ما أحد يقدر ياخذها في العالم كواليتي أشورنس في مرحلة مهمة اسمها توكيد الجودة طب واحد يسالني سؤال طيب احنا اول مرحله بسم الله الرحمن الرحيم قبل نبدا الجوده بدانا انسبكشن لاحظ اللي هي مرحله ايه؟ الفحص يجوا ناس متخصصين يفحصوا يفتشوا مفتشين ايه اللي صح وايش اللي غلط وجنبوا الغلط وحطوه على جنب يعيدوا انتاج وقلنا يعيدوا ايه؟ يعيدوا سكراب زي ما هو ودي مرحله دي مرحله صعبه فيها ترايل اند ايرور تيتشنج وليرنينج وتعلم بعدين رحنا للمرحله الثانيه واللي اصبح هنا اللي بنشوف الروت كوز اوف كواليتي بروبلم ما هي مشكله الجوده ليه في عندنا عيوب ليه في عندنا نسبه عيوب هذا هو السؤال المهم انك انت تبى تتعرف على المشاكل هذه وتبى تخففها وتفهمها ودول اللي عملوه اليابانيين بعدين حنعرف في شركه موتورولا لما اشتروها
شركة مترول أصلا شركة أمريكية، اشتراها في السبعينات شركة اشتراها اليابانيين، كل حاجة التلفزيونات تمام؟ وبعدين اكتشفوا إنه الشركة اللي نسبة خسارتها بسبب العيوب اللي فيها. وتغيروا العيوب وطوروا الدنيا كلها تمام. بعدين أدت الكواليتي كنترول، وبعدين كواليتي أشورنس توكيل الجودة مرحلة مرة مهمة يا شباب. شوف المؤسسات يعني أنا أقتنع بأن يكون في توكيل جودة في الأداء، لازم يكون في توكيل جودة. توكيل جودة يعني صار في سيستم، في نظام للعمل للجودة. أصبح في كواليتي كوستنج، تركيز على التكاليف الجودة. ليش تركز على التكاليف الجودة؟ لأنه لما يكون في هدر يبقى يكون في ويست، الويست هذه كوست ماني، يكلف فلوس. فإذا كلما أكون عندي نظام وأعرف فين الهدر وفين تكلفة اللي ضيع فلوس وأعالجها، كلما ذلك كان أفضل. بس أنت محتاج تفهم هاو تو سولف بروبلمز، كيف المشكلة مشاكلك فين وتخطط للجودة. ده اللي بيسموه توكيد الجودة، وتشترك الإدارات كلها مع بعض. أن الجودة ليست مسؤولية قسم الجودة، أنا مسؤولية مين؟ كل من يعمل في الشركة هو مسؤول عن إيه؟ عن الكواليتي. عشان كده سموها اسم توكيل الجودة. كله لازم يشتغل في كواليتي أشورنس. بعد كده انتقلنا من الكواليتي أشورنس وحاجة يسموها البرود أورجنايزيشن ريسبونسبيلتي أوف كواليتي، إن الكل يشارك في موضوع الجودة. الجودة مش موضوع قسم الجودة، لا لا. الكل لازم يشارك، الكل هاز تو بي انفولد معانا، قسم التسويق وقسم المبيعات وقسم الاي تي وكاستمر سيرفيس. ما في قسم كواليتي كنترول هذه بس بدي اشوف المشكلات هنا وافهم الكوز، اما هنا الكل يشارك في موضوع الجوده ويكون جزء من ايه؟ من منظومه التغيير اللي انا بدي اعملها في داخل المؤسسه. بعدين انتقلنا للمرحله الثالثه الاخيره اللي هي التوتال كواليتي مانجمنت، اداره الجوده الشامله. واداره الجوده الشامله اخذت فكر اوسع، هو فكر الفريق العمل. كيف نعمل التيم وورك اللي يحل العقد، واصبحت الجوده جزء من ايه يا شباب؟ الاستراتيجيه حقت الشركه. يعني استغرب مثلا يعملوا شركه استراتيجيه والجوده مش ضمن الاستراتيجيه. غلط. لانه الجوده من ضمن الاستراتيجيه، كيف تعمل استراتيجيه واذا انت ما انت عارف ايش اللي انت تبغى تغيره؟ وات تشينج يو ونت تو دو في الشركه. تمام؟ والستافنج هنا امباورمنت، هذه كلمه مهمه. انخراط العاملين في عمليه التحسين المستمر والتغيير، وبعدين انفولف كاستمر اند سبلاير الموردين. اصبحت الجوده عشان كده اسمها توتال كواليتي مانجمنت، يعني الشموليه الجوده وادارتها، الكل اصبح انفولف في المرحله هذه واللي هو ميكس كواليتي سنتر، يعني في القلب اند استراتيجيك ان ذا اورجنايزيشن. اجعل الجوده هي قلب الاداء في المنظمه. يعني ده التطور. دول نورثن وكابلن، دول الاثنين اساتذه. ده على فكره ده استاذ في المحاسبه جامعه هارفارد، وده واحد كونسلتنت في مدينه بوسطن. روبرت كابلن هو عنده اصلا نظريه عن الكوست، هو استاذ التكلفه، وقال لك انه المحاسبه تدي للاداره وجهه نظر كيف تقرر وتتخذ قرار. لكن الاداره قالت في اشياء مش كلها ريزلت انديكيتور، يعني مش كلها اشياء حصلت، انما في اشياء مش ملموسه، زي مثلا ما مدى رضاء العاملين، ما مدى رضاء المنتج، ما مدى البيئه الثقافيه اللي نجتمع فيها، ثقافه المؤسسه اللي احنا فيها. في شيء ملموس وفي شيء مش ملموس. انت نسيت الغير ملموس، وعلى فكره غير الملموس أسوأ من الملموس اللي انت ما تشوفه، كيف نحسبه؟ ومن هنا بداوا يفكروا في الرحله حقتهم اللي هم في الدراسه حقتهم، وطلعوا الاربع الكتب اللي بعضكم يعرفها. هذا اول كتاب طلع، وطلع 96، وبعدين طلع كتاب التدابير السكوركات كان نظريه، وبعدين طلع استراتيجي فوكس، وبعدين طلع استراتيجي ماب بعدها بسنتين والاينمنت، وفي الكتاب الاخير حقهم راح اكلمك فيه عن الاكسكيوشن. طبعا هنا بيتكلم، دي هي بطاقه الاداء الكوز اند افكت. كل شيء في داخل المنظومه في اهداف، والاهداف لازم تكون مرتبطه مع بعض، يسموا شبكه اهداف.
بعد اخر كتاب اللي هم طلعوه اللي هو اكسكيوشن بريميوم، هذا الكتاب الاخير لكيبلت، وربط الكلام ده كله اللي فات في الاداء، فقال لك في نموذج متكامل في التنفيذ. يبدا النموذج بسايكل، اول حاجه يعني اذا انت بتعمل بطاقه اداء وتبغى تنفذ اداء، اول حاجه تطور الهيكل استراتيجي، يكون عندك رؤيه واستراتيجيه، وبعدين تعمل استراتيجي ماب اللي احنا قلنا عليها، تحط الخريطه وتحدد الاهداف وتربط الاهداف حقت المؤسسه مع بعضها، وبعدين تترجم الاستراتيجيه الى مؤشرات اداء على حسب الديبارتمنت، وتربطها باستراتيجيه الاوبريشن حقتك والجوده والاشياء، ترصد النتائج، تراجعها وتتعلم منها، وتشوف ايش المبادرات اللي عندك، يسموها المبادرات، نستعمل مبادرات، وبعدين تقيم وتراجع. دي السايكل حقي تبع البريميوم اللي هو عمله كيبلت. ولاخر لحظه اصنع معروفا واغرس فكره، لا تيأس فالخير بنا فطره، الله استعمرنا